الكلاب والابن واروح اخد سلاح واحده مين. النهارده انا عايز ابدا مجموعه من المواضيع بتاعه ال 50 يوم اللي بعد القيامه، هو موضوع الافخارستيه. وده موضوع شيق جدا وموضوع حلو، ولابد ان احنا ندرسه فتره من الفترات. جينا الايام ال 50، وهيجي في وقت نقرا فيه الانجيل يوم الحد من الحدود في وسط ال 50 يوم، اسمه حد خبز الحياه، وبنقرا فيه يوحنا 6. اللي ما لحقش يعرف حاجة عن القداس، دي فرصتكم إن أنتوا تعرفوا عن القداس على قد ما أعرف، واللي ربنا هيدوني هقول لكم. أول حاجة أنا عايز أقولها لما نيجي نفكر في القداس، لو حبيت تشرحوا لحد، طبعا ما فيش شرح للقداس، القداس يتداق يتعاش، ما ينفعش إن إحنا نتعلمه نظري، دي حاجة تمارس. من أجل كده سفر الرؤيا، ومن أجل كده إنجيل يوحنا يقول لك إيه، تعالى وانظر، تعالوا انظر. قالوا له أيمكن نسانئ، بيقول فيلبس، أيمكن يخرج من الناصرة شيء صالح؟ رد عليه قال له إيه؟ تعال وانظر. ما ينفعش أقول لك، أقول لك إيه؟ تعال شوفه، تعال المسه، تعال دوقه. مش هقدر أقول حاجة. لكن ممكن نعمل إيه؟ نعمل حاجة بشرية بسيطة زي العيال الصغيرين كده بنلعبه، إن إحنا نفنط الأجزاء بتاعت القداس ونشوف إحنا بنعمل فيها إيه؟ ونقارنها بأمور عادية بسيطة، ونبسط الدنيا شوية عشان نقدر نستوعب ليه الكنيسة بتعمل كل حاجة. المشكلة اللي مخلياني أنا أركز في الحتة دي هي إن الممارسة من غير فهم بتقود إلى الرياء الغير مقصود. يعني إيه الرياء غير مقصود؟ إنسان يعمل حاجة عبارة عن واجهة، لكن جوه مفيش سبب ليها. الرياء الغير مقصود بيجي لما الإنسان يمارس ممارسات هو مش فاهم، وبالتالي بيعملها، وأحيانا بيعملها من أجل خوف لئلا ينتقد، أو بيعملها من أجل الناس تقول عليه إنه بيعمل صح، لكن هو في الجواه مش عارف هو بيعملها ليه. فيها جزء من الطاعة حاجة حلوة، لكن جزء كبير هو حاجة فارغة بالنسبة للإنسان، ودي خطر جدا. فبالتالي لابد إن احنا نتعلم بنعمل في القداس اللي بنعمله ليه. وانا عايز ابدا بالمبدا الكبير للقداس، هو القداس ايه بالظبط، عشان انا اظن قليلين ناس جدا اللي طرقوا هذا الموضوع من الناحيه دي، من ناحيه اللوجيك، العقل اللي ورا القداس، الفكر اللي ورا. لما هبدا اتكلم عن القداس هحاول استعمل الكتاب المقدس، فهتركز معايا شويه في الكتاب المقدس برضو. القداس والتناول، الصلاة والتناول جزئين لا ينقسمان، حاجة واحدة. وبالتالي الصورة الكبيرة أو الموضوع العام للقداس والتناول هو أكلة عائلية، عيلة، أب وأم وجايز جد وجدة وأولاد وأحفاد قاعدين حوالين الترابيزة بياكلوا أكلة مع بعض. ولكم أن تتخيلوا، وأنتم عارفين إنه في الأعياد بنتلم، كنا نتلم عند بيت العيلة، بيبقى تيتا بتحضر الأكل، ولا تيتا وماما بيحضروا الأكل، ولا تيتا وعمتي، وبعدين كله بيحضر وبيشترك، وفي جو بهجة لأن كله بيحس بالدفء بتاع العيلة، وبيجي العم وبيجي الخال وولادهم، وبنتلم كلنا بناكل زي عيد مثلا البلاد، زي عيد القيامة، زي شم النسيم. ده المفروض القاعدة أو الصورة البسيطة بتاعة القداس. طب بنعمل إيه وإحنا بناكل؟ قالوا العائلات كلها تقول لك بنتكلم، بنمارس حقنا كأفراد لهذه العيلة، كل واحد بيقول حاجة. لما الجد بيتكلم كله بيسكت وبنسمعه، لما الأب بيتكلم الناس بتسمعه، لما العيال اللي يستنوا دورهم إن كل واحد يقول حاجة يبقى غالبا بيطلب حاجة، اديني ورك فرخة، اديني حتة جبنة، اديني رغيف عيش. فكل واحد في العيلة بيشترك في القعدة دي، في الأكلة دي، وفيها أخذ وعطاء كتير، وفيها أكل.
في الغرب والشرق، في الكنائس الغربية والكنائس الشرقية، بيستعملوا كلمة الاثنين كل واحدة منهم مختلفة عن الثانية، لكن كلها في نفس السياق. في الغرب، الغرب اللغة القديمة بتاعته هي اللغة اللاتيني، اللاتيني اللي هي الإيطالي القديم. اللاتيني في كلمة عندهم يقول لك إيه؟ جراتسيا. جراتسيا أو بيترجموها بالإنجليزي جريس. جراتسيا لها معاني كتير قوي. لو سألت واحد أسباني، وهي واحدة من اللغات اللاتيني، أسباني لما لما يقول لك جراسيس يبقى يقصد إيه؟ جراسيس، يقصد ثانك يو، شكرا شكرا. فواحدة من المعاني بتاعت جراتسيا اللاتيني هي شكرا. طب ايه تاني؟ قال لك الكلمة التانية اللي تيجي منها في الانجليزي جريس. طب جريس دي معناها ايه في الانجليزي؟ نعمة، نعمة، عطية بلا مقابل، عطية مجانية، عطية لم يعمل، لم يشتغل من أجلها، ما حدش اشتغل عليها. فلما الأسرة الأمريكانية ولا إنجلترا ولا إيطاليا ولا أي حد من اللغات اللي بتتكلم اللي هي أصلا من الكنائس الغربية يقعدوا على الترابيزة ياكلوا غدا عشاء فطار في العيد، دايما الممبرز أو الأعضاء بتوع الأسرة دي لو ناس متدينين يقول لك إيه؟ حد فينا يقول الجريس. Let us say grace. يعني ايه say grace؟ طب ما grace ده معناه نعمة. قالوا لا، مش بس نعمة، معناه كمان ايه؟ شكرا. فالكلمة هي كلمة واحدة، هي نفسها النعمة اللي بناكلها، وهي نفسها الايه؟ الصلوة اللي بنقدمها من اجل الاكل. فالاثنين حاجة واحدة، في وجهة نظرهم هم حاجة واحدة. الحاجة اللي بيديها لنا ربنا واللي احنا بنقدمها لربنا حاجة واحدة. فربنا مدينا النعمة بتاعت الأكل، واحنا نعمة الأسرة، احنا جايين مع بعض نقعد نحتفل ونحس بالروابط اللي بيننا ونتمتع بالوقت ده عشان نشبع، لأن الله لم يخلق الإنسان أن يكون وحده، قال ليس حسنا أن يكون إيه؟ آدم وحده. فادانا الأسرة وادانا الأكل، واحنا قاعدين بناكل بنشكر ربنا على الأسرة وعلى الأكل. فبنقول جريس في الغرب من أجل الجريس، بنقول شكرا من أجل النعمة، والاثنين في اللاتيني كلمة واحدة جراتسيا. طيب، طب في الشرق، في الشرق الآباء قالوا لنا كده، قالوا لنا اللي احنا بناكله في القداس اسمه ايه؟ قال لك ده يوكرست، ده إفخارستية، احنا بناكل إفخارستية. طب وإفخارستية دي اسم الكلمة دي معناها ايه؟ إفخاريستوس، كلمة جريجي معناها ايه؟ لما حد من احنا تخيلوا احنا فاهمين اللاتيني اكتر من الانجليزي رغم ان احنا ارثوذكس، معنى ايه افخاريستوس؟ لما حد يقول لك افخاريستوس، اذا كان الاسباني بيقول لك جراسياس، فاليوناني هيقول لك ايه؟ افخاريستوس، يعني ايه؟ شكرا. فالعطيه بتاعت ربنا لينا اللي بناكلها اسمها افخارستيه، واللي احنا بنقدمه لربنا اسمه ايه؟ افخارستيه. احنا بنقدم شكر وهو بيقدم لنا نعمه، اكبر نعمه واكبر حاجه عطيه بتديها لنا هي ايه؟ هي عطيه جسد ودم ابنه. فهو ده الـ 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 التعبير الاساسي اللي انا عايز ابدا بيه الكلام عن القداس. القداس ينتهي بالوجبه اللي جايه لنا من السماء، اللي جايه من الاب، وبنمارس فيه الشكر جراسياس، الجراسيا الإفخارستية. تمام؟ فالصلوة هي شكر، الصلوة هي شكر، والتناول هو العطية، هو النعمة، والاثنين حاجة واحدة، كأنهم وجهين لعملة واحدة. لو اديتك دولار ولا بتاع ده تلاقي واحدة وش عليه ملك والتاني كتابة زي ما بيقولوا، والاثنين هم عملة واحدة. طيب، لما نبدأ نتكلم بالطريقة دي، يبقى أنا عايز أبدأ أتكلم عن القداس كوجبة عائلية بنمارس فيها صلاة الشكر، ودي كانت البداية للطقس ده، للترتيب ده. ما تنسوش، عشان كده أنا هفكركم بالحكاية دي بعدين، إن المرة الوحيدة
اللي ربنا يسوع قال اشتهيت، المرة الوحيدة اللي يسوع قال فيها كان عنده شهوة واحدة في الإنجيل، هي دي الواحدة، المرة الوحيدة اللي قال فيها اشتهيت، هي إمتى؟ قال شهوة اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصل. يبقى شهوة ربنا يسوع المسيح في القعدة دي، في الأكلة دي، في الجمع، في التجميعة دي، إن في الفصح يتم شهوة قلب ربنا يسوع المسيح. من أجل كده لابد إن احنا نرجع ونشوف الفصح ده. الفصح هو اللي ما يقدرش يستوعب الفصح ويفهمه كويس مش هيفهم الإفخارستية، لأن الفصح هو لم شمل الأسرة حوالين وجبة خلاصهم، لم شمل الأسرة حوالين وجبة غدوة أو عشوة، هي كانت عشوة بتعمل بالليل، هي دي سبب الخلاص بتاعهم. لما اللي مش عارف بيكو هنروح نقرأ دلوقتي سفر الخروج، وهنقرأ مع بعض خروج 12. في نقط معينة في خروج أنا عايزكم بس تفتكروها قبل ما نكمل. من خروج 1 لـ3 دي قصة موسى، 4 و5 و6 ده العليقة، 7 و8 و9 و10 الضربات لغاية الضربة 9، 11 و12 و13 الفصح اللي حصل في الضربة 10. تاني 1 و2 و3 قصة موسى ولادته وخناقته مع الناس المصريين واليهود وإلى آخره، 4 و5 و6 ربنا بيقابله في العليقة، 7 و8 و9 و10 الضربات ما عدا الضربة 10، 11 و12 و13 الضربة 10. أنا عايز 12. لما نقرأ إصحاح 12، وقال الرب لموسى وهارون في أرض مصر، ده الكلام ده كانوا لسه ما طلعوش من مصر، هذا الشهر كان شهر اسمه شهر نيسان، شهر نيسان هو يقابل أبريل، هو شهر عبري، والشهور العبرية هي شهور قمرية. هذا الشهر اللي هو شهر الرابع، كان الشهر الرابع في أيام موسى، يكون لكم رأس الشهور. طلعوه من أنه يبقى 4، قدموه يبقى الشهر الأولاني. اليهود فهموا أن ربنا عايز يقول لهم تاريخكم هيبدأ من الشهر ده اللي هنعمل فيه الفصح، ده بداية التاريخ بتاعكم كبيت كأسرة، كأنكم هتتولدوا النهاردة، لأنه ده الشهر اللي هيعملوا فيه إيه، هيعدوا فيه البحر ويتحملوا، يبقى يحتفلوا بعيد ميلادهم يوم ما اتولدوا من ابوهم وامهم، ولا يوم ما اتعمدوا، لا ولا يوم ما تتعمدوا، بدايه تاريخه يبدا من هناك. هو لكم اول شهور السنه، كلم يا موسى وهارون كل جماعه اسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر، يوم 10 نيسان، انتبهوا انه شهر قمري، 10 نيسان يبدا القمر يتدور ويقرب من يبقى بدر، من 10 ل 14 يبدأ يتكون البدر، يأخذون لهم كل واحد شاة خروف بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت يعني الأب الكبير يعني زي الجد، يأخذوا كل بيت يأخذ له خروف ذكر، وإن كان البيت صغيرا عن أن يكون كفوا لشاة، لو البيت مش كبير بيت مقطوع يعني ما فيهوش غير جد وله ابن واحد بس وعنده عيل واحد وكده، مش هينفع يكملوا ياكلوا خروف، فيجيبوا ايه؟ يجيبوا جاره القريب من بيته بحسب عدد النفوس، كل واحد على حسب اكله تحسبون للشاه. شوفوا هياكل قد ايه عشان تحضروا الوجبه دي. تكون لكم شاة صحيحة من غير عيب، لا يكون اعمى ولا اعرج ولا اجرب ولا مكسور، ويكون ذكر ابن سنة. ليه ابن سنة؟ قال لأن الخرفان بعد سنة بتكون وصلت للإيه؟ للنضج بتاعها. الخرفان مش زي البني آدم، البني آدم بيوصل للنضج لما يكمل حاجة 20 سنة. بالنسبة للخروف اللي عمره قصير ما يكملش سنة يبقى إيه؟ وصل للنضج. تأخذونه من الخرفان أو من المواعز. وبعدين يكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم 14 من هذا الشهر. اللي يحسب دول 5 أيام. يجيبوا العاشر ويخلوه لغايه ال 14، 5 أيام، لأن هنعد 10، أدي 1،
11 ادي 2 12 3 13 4 ايام 14 5 ايام. ليه كده؟ ليه كان لازم يجيبوه بدري؟ ليه ما يجيبوهوش في نفس اليوم اللي هيتذبح فيه؟ غالبا لانه الخروف لازم يكون واحد من البيت، يقعدوه شويه معاهم لغايه لما يتعودوا عليه، يقعدوه على الاقل 5 ايام معاهم، بياكلوه ويشربوه ويشوفوه رايحين جايين، هيبقى واحد من البيت. ثم يذبحه كل جمهور جماعه اسرائيل في العشيه. هنا اللغه بتتغير من الجمع للمفرد. انتبهوا لدي. يكون عندكم تحت الحفظ لغايه لما يذبحه كل جمهور جماعتهم، هيذبحوا خروف واحد. الكلام يقول كانه خروف واحد، رغم ان هم كل بيت بيجيب خروف مختلف، لكن اللغه بتتغير كانهم كلهم هيذبحوا خروف واحد. في الحقيقه والواقع كان الاجيال كلها ذبحت خروف واحد للفصح. نكمل. وتأخذون من الدم وتجعلونه على قائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها. ياخدوا الدم بتاعه يحطوه على الجناب بتاعت الباب من بره وعلى السقف بتاع الباب. يعملوا علامة زي حرف الباي القبطي اللي هي زي الباب كده. ويأكلون اللحم تلك الليلة. دي الدم هنا له معنى، له لازمة. غير كده الدم لا يؤكل ولا يتعمل بيه أي حاجة، لكن هنا الدم مهم جدا، هنعرف أهميته. ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلون. لم يترك الله في أمر خروف الفصح الوجبة للبشر علشان يرتبوها، هو اللي ادى التفاصيل بتاعتها. ما سابهمش كل واحد يطبخ بمزاجه. ما قالهمش كل واحد يطبخ زي ما هو عايز، تقوم واحده تعمله على شويه باميه، واحده تدخله الفرن مع شويه مكرونه مع شويه بطاطس. ابدا. قال لهم ده هيتاكل مشوي وحده. مش هنعمل معاه حاجه ثانيه. هيتاكل مشوي يعني هيتشوي وحده. مش هيتحط معاه خضار ولا هيتحط معاه، دي مش اي اكله. ويتاكل بقى مع فطير على أعشاب مرة يأكلون. اليهود النهاردة بيستعملوا الجرجير كأعشاب مرة، يعني حاجة زي جرجير، أحيانا الحلبة، حاجة فيها مرارة. وفطير لأنه ده أول يوم في عيد الفطير، وهتكلم عن عيد الفطير بعدين. يكمل في شروط: لا تأكلوا منه نيئا، ما ينفعش يبقى رير، أو مطبوخا بالماء بل مشويا بالنار، رأسه مع أكارعه وجوفه تاكل كله. وبعدين النقطة اللي بعد كده: لا تبقوا منه إلى الصباح، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار أيضا، يعني النار هتاكله كله. وهكذا تأكلون. مش بس كده، الجيل ده اللي هيعمل الفصح أول مرة هيحطوا حزام حوالين وسطهم، أحقاءكم مشدودة، يعني وسط مشدود بحزام، أحذيتكم في أرجلكم ورجليكم فيها، لابسين جزامكم يعني، وعصيكم في ايديكم، ايديكم فيها العصايه اللي هتمشوا بيها، وتاكلونه بعجله. هو فصح للرب. عايز يقول ايه هو فصح للرب؟ يعني ما تستهونوش اللي انا بقول لكم عليه ده، هتعملوه بالظبط، لان ده اللي عايزه ربنا، دي مش حاجه بالمزاج. فاني اجتاز في ارض مصر هذه الليله، واضرب كل بكر في ارض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب. أنا جاي أحارب، أنا داخل حرب، والحرب بتاعتي مش مع بشر، أنا رايح أحارب شياطين، اللي هي آلهة المصريين اللي كانوا بيعبدوها كلها شياطين. فعشان أحارب الشياطين عايزكم تعملوا دي، عشان تحتفظوا أنتوا بحياتكم وتحتفظوا بكيانكم كأسرة. والدم هنا هيكون علامة التي أنتم فيها. فأرى الدم اللي على الباب اللي عامل زي حرف باي ده، وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ويكون لكم هذا اليوم تذكارا، فتعيدونه عينا للرب في أجيالكم، تعيدونه فريضة أبدية. وإحنا ما زلنا بنعيد الفصح كل يوم، حتى الفصح الحقيقي والخروف الحقيقي. بعدين يقول إيه؟ 7 أيام بدءا من الفصح ده،
سبعة أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. بولس الرسول فسر الحتة دي قال إيه؟ قال لأن المسيح فصحنا قد ذبح فلنعيد بفطير الإخلاص ولا بخمير الخبز. الخمير هنا هو الخبز، القلب المزدوج اللي يكن شر، اللي فيه كره، اللي فيه خصام، اللي فيه عداوة مع حد. القديس بولس بيقول ان الخميره اللي بنطلعها النهارده من البيوت هي خميره الشر، والفطير ومعناها قلب نقي مفهوش خبز، لا يكن لاحد شيء وحش، ولا يدين احد، ولا يكون في خصام مع احد. وقال اللي هياكل خمير بقى من هذا اليوم، قبل ما من اول ما تصحى الذبح، من ساعه الخروج من الذبح لغاية هذا اليوم السابع، تبع سبعة أيام بعديها، كمان ست أيام بعديها، تقطع تلك النفس من إسرائيل. يعني اللي داخل يتناول وهو في قلبه حاجة وحشة، بعد الشر على أي حد فيكم، وحش جدا جدا، حاجة صعبة جدا جدا، الله لا يقبلها. ده من زمان هو بيتكلم على القصة. ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس، في اليوم السابع محفل مقدس. اليوم ده عظيم من الفصح الأولاني، وسبعة أيام بعد الفصح كمان لا يعمل فيها عمل ما الا ما تاكله كل نفس، وذلك واحد بيعمل منكم. خلوه يوم زي السبت كده ما عدا الحاجات بتاعه الاكل. الكلام ده خطير جدا ومهم جدا جدا جدا. اقول لكم ليه؟ اول حاجه، السبب الاساسي والكبير، ان ربنا يسوع عمل لنا القداس الاولاني في وسط عيد الفصح. هو مش بس في وسط عيد الفصح، ده في وسط اكله الفصح، وهم قاعدين بياكلوا الفصح، وقال لك بعد العشاء أخذ خبزا. أنا هقف هنا المرة دي ونكمل المرة الجاية. لإلهنا كل المجد، الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين.